بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مشروعات التعاون القائمة بين البلدين في مجال البترول وسبل تعظيم الاستفادة من الخبرات والفرص والمشروعات البترولية التي يمتلكها البلدان بما يعود بالمنفعة المشتركة على الطرفين. وناقش الملا مع الجانب الليبي فرص تعزيز التعاون المشترك وفتح مجالات جديدة للعمل البترولي بالاستفادة من الإمكانيات الواسعة التي تمتلكها شركات قطاع البترول المصري، والتي يمكن أن تمثل ركيزة مهمة للمساهمة في دفع جهود الجانب الليبي لتحقيق التعافي للقطاع البترولي هناك. ومن جانبه أكد رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات البترولية مع مصر في ضوء الفرص والإمكانيات الواسعة لتحقيق التعاون المشترك بين الجانبين.